الجراحة العامة مؤتمرها العلمي 12 في محافظة جدة لهذا العام في فندق هيلتون في الفترة من 27 إلى 29 من شهر أكتوبر لعام 2018 الجاري. تم دعوة نخبة من المتحدثين الدوليين والمحليين الخبراء في جراحة الأورام من أمريكا الشمالية ومن أوروبا ومن مختلف مناطق المملكة العربية السعودية ومن الخليج العربي ومن دول عربية. في هذا العام هناك إضافة جديدة للمؤتمر وهو إقامة ندوة توعوية مصاحبة للمؤتمر بعنوان سرطان الثدي. محاور الندوة تدور حول التوعية بسرطان الثدي وطرق العلاج المختلفة الجراحية والغير جراحية وكذلك الجراحات الترميمية. أحث الجراحين والمتخصصين في جراحة الأورام والأطباء في مختلف التخصصات ذات العلاقة والمتدربين في تخصص الجراحة العامة والكادر التمريضي، أحثهم جميعا للحضور والمشاركة في هذا المؤتمر، وأتطلع برؤيتكم جميعا في جدة إن شاء الله.